صحة وعافية مع الدكتور محمد، أهلا وسهلا مرة أهلا ثانية. وسهلا بيك ستي. وكنا تتحدث بالبداية عن مهرجان، عفوا، عن مؤتمر مؤتمر دبي الطبي لمعالجة مشاكل العمود عمود الفقري. الفقري، نعم. اليوم ما حابة أدخل بأمراض العمود الفقري، وإنما رايدة أنه المشاهد يكون عنده فكرة عن أحدث التقنيات اللي طلعتوا عليها في هذا المؤتمر. يعني اتصور انه المريض اليوم من حقه يعرف انه العلاج وين وصل، وان التطور في مجال الطب وين وصل، لازم يكون على بينه. تفضل طبعا دكتور. عفوا ست، شكرا جزيلا. هو المؤتمر هذا مؤتمر سنوي جراحي، نعم، جراحي بحت في جراحة يبحث في جراحة العمود الفقري والطرق الحديثة وطرق المعالجة بخبرات الأطباء. كثير يعني الحضور هو طبعا عالمي، يعني صرف نعم، بإشراف الجمعية الأمريكية لجراحة العمود الفقري وبإشراف الكلية الملكية الإيرلندية لجراحة العمود الفقري، نعم، وبإشراف أيضا شو اسمه الدبلوم العربي الموجود في دبي لجراحة العمود الفقري، نعم، ومستشفيات عدة. المهم الأطباء الموجودين يعني أطباء من أفضل وأشهر أطباء كل العالم العالم. ومؤلفين كتب ومخترعين كذلك هم. حقيقة اللي انتبهت له أنا خلال هذه 3 أيام هذه أنه التقنيات كانت بالبداية من اكتشف بالثمانينات الرنين المغناطيسي، كانت فد ثوره في مجال الجراحه وفي الصور الشعاعيه. اما الان فاللي صار بعدها صارت برنامج يسمونه النافيجيشن، اللي هو ياخذ يطلع صور طبقيه ويطلع لنا مكان وين تقدر ممكن انه بصور تحط هذه. الان الجديد اللي صار انه استخدام طريقه الفيرتشوال والاوجمنتد رياليتي، اللي هي الصوره الوهميه المرئيه تطلع للطبيب نعم اثناء العمليه ويشتغل، وهو من دا يشتغل تكون قدامه شاشه كامله ثلاثيه الابعاد تبين له تفاصيل. هذه الصور الآن على الشاشة من نعم. المؤتمر، هاي ورشات العمل، نعم هاي كانت ورشات العمل، نعم. وإضافة مرت صورة حضرتك ويا مجموعة احنا من هذا الأطباء. ورك شوب عندنا، نعم. هاي الورشة هنا، هذه في مستشفى المدينة الطبية في عجمان، نعم، ورشة طبعا يضم انه العمل على كادافر كورك، على يعني على هذه ويكون احدث التقنيات. هذه واحدة من عملياتي اللي انا يعني اشتغلتها قبل سنة، يعني الحمد نعم. لله. هذا مكان المؤتمر المكان، واللي نعم. هذه، نعم، اللي هو الكونفرنس، نعم، هذه مال الإشراف الجمعية الأمريكية لجراحة العمود الفقري، نعم، بتفاصيلها. هذا الفيرتشوال عفوا، هذه الصورة هي هاي اللي بحكي أحدث عليها ستي. تقنية العفو، الآن، هذه الآن نعم، هاي واحدة من الشهادات الشهادة. الامتحان اللي أخذته قبل طيب نتحدث عن هذه التقنية اللي حضرتك ذكرتها الآن. الحقيقه ست، يعني هو موضوع الفيرتشوال او الاوجمنتد هذا اللي موجود عندنا، هذه هنا تلبس بطريقه انه تكون تلبس خوذه اللي بيها فقط مثل الشاشه، ماخوذه طبعا من صور يعني سابقه لظهر المريض نفسه بقياساته. احنا بنشوفها هنا، اي نعم، اي نعم، تؤخذ بطريقه انه صور طبقيه وبعدين كلها تنحط تنجمع وتسوي تكون انسان كامل. من يلبس النظارات ويشوف، من يشوف على المريض طبعا تحط يعني توضع تثبت في ظهر المريض اشياء من البروبات تنقل الاشاره، تنقل الاشاره، نعم. نعم، فتكون الصوره بالضبط واضحه ثنائيه الابعاد وثلاثيه الابعاد كذلك. يعني اللي فرق انه بس مثل قبل بالرنين نشوف احنا صور اشعه ونشوفها، وهذه لا، هذا قدامك بحيث انت تفاصيل. تشتغل وانت تشتغل تشوف وين وصلت، ايش فتحت، وين حطيت البرغي مكانه. هذا حقيقه العلم بدا يتطور، والان الكلام الجديد انه ان شاء الله خلال 5 سنوات الجايه يكون ميكس بين الاوجمنتد رياليتي وبين الفيرتشوال رياليتي. الاوجمنتد رياليتي يعني مثلا اللي هو الواقع هذا المعزز، اللي هو يعني هذا هذا بالضبط، هذا الواقع المعزز. الفيرتشوال رياليتي انه راح يطلعون افتراضي. مجسم، اي بالضبط، راح يلبسون مثل اللي موجوده مال الجيمز، نعم، مال العاب، يوصلون مرحله للطبيب بصاله العمليات انه يشوف جسم الانسان كامل وهو يشتغل عليه ويشوف ايش يشتغل بصوره كامله مجسمه ويفرها بكل الاتجاهات بدون احتياج لاشعه. وهذه طبعا هذا يضيف بالذات في العمود الفقري، طبعا عفوا ست،
يضيف لنا أنه أولا إتقان قوة الإتقان هذه، لأنه المسافات الموجودة بالانزلاقات وغيرها، يعني النخاع الشوكي الموجود داير مداره هو 16 ملم اللي هو الحبل الشوكي، خلينا نقول إحنا المسافة الموجودة في الفقرة، كذلك ذي كما تتجاوز 6 ملم إلى 7 ملم الفتحات الجانبية. فأي خطأ بتنزيل شيء تكون مشاكلها ضارة، فدقة المعلومة دقة يعني تقليل الأخطاء لدرجة صغر كبيرة، صغر المكان اللي ينفتح. هاي مهمة جدا. وقلة الالتهاب وقلة قلة النزف. وكذلك نتائج أن يقوم المريض خلال ساعات بعد العملية، يعني واحدة من الأشياء اللي حطوها أنا يعني شفتها أنه واحدة من مضيفات الطيران. بعد العملية بثلاث ساعات أو أربع ساعات قايمة رايحة لابسة لبسها وبالليل عندها سفرة طيران. ممتاز. فهذا اللي المفروض راح يصير وكأنه جرح عادي بسيط. طبعا هو مثل ما بيها منافع. بدأ تطبيقها احنا الآن الشغل بالأوغمنتد الآن اللي هو عالميا بادي. صار لسنة تقريبا من 2021. بعد يعني not improved well، يعني لأنه ينتظرون يشوفون خلال سنتين ثلاثة يشوفون النتائج. شنو اللي يصير من complication، شنو اللي يصير من مضار، وشنو من فوائد حتى تجارب يعني حتى يعتمدوها. طبعا يعني خلال ممكن أنه برأيك يعني المفروض خلال سنتين أو ثلاثة يصير خلال سنتين أو ثلاثة يصير في الطفرة قوية بهذا الموضوع ويصير عام بكل الهاي. طبعا الآن أول ما يبدي بأسعار غالية إلى أن بعدين تبدي مثل حال الرنين، حال النافيجيشن. كثير ناس يتخوفون من العمليات خاصة بالعمود الفقري اللي هي مثل حضرتك قلت، يعني التعامل أنت يعني المسافات. احنا نشتغل الآن يعني الآن هسه الموجود عندنا بالعراق اللي نشتغل به هو أما لابروسكوب استعمال الناظور. أو استعمال المايكروسكوب. المايكروسكوب الفتحة مالته ما تتجاوز سنتيمين تقريبا. ونكبر فيلد بمايكروسكوب يعطينا فد تكبيرات عالية توصل يعني كثيرة إلى 50,000 تكبير تقريبا. فالشغل يكون دقيق، وحتى من نطلع المريض يعني ممتاز. ثاني يوم هو متحرك وقايم إن شاء الله. ممتاز. أي هذا شغالين به الآن هسه الطب بدأ يعطينا بعد أكثر يعني أوبشن جديدة اختيارات، وهاي بدأت تقلل. طبعا ما ننكر أنه أكو أشياء مثلا بيها أن يكون بيها فوائد أكثر وأشياء. طبعا مو كل مثل الميكروسكوب يرهم لهم لكل المرضى. لا، حسب الحالة، كل حالة حسب. بس نتمنى أنه هذه التقنية أيضا يتم اعتمادها إن شاء الله، لأنه حسب كلام حضرتك فهي تقنية رائعة، وراح يعني إذا واحد وراء عملية بالعمود الفقري وراء ثلاث ساعات يروح يرجع يزاول نشاطه، يعني هي مزاولة النشاط. العفو ست رقية، يعني 100% يعني ما ينصح للمريض، لأنه يعني يجاول تقريبا 6 أسابيع وفوق يبدي يرجع حسب العملية. أما هو من يقوم يعني من يقوم ويرجع البيت يروح بنفسه يطلع. ممتاز. يبع ساعات يبع. ممتاز. نعم. ممتاز. دكتور العمود الفقري شنو أكثر مشكلة تواجهه؟ حقيقة مشاكل العمود الفقري هي يعني متعددة الأسباب، متعددة الفاكتورز نقول إحنا. منها ما يكون نبدي بالولادي، أن تكون بمشاكل ولادية من الولادة بالجينات. ومنها ما يكون بعدين بالكبر، منها الضغط على العصب، ومنها الأمراض الأمراض المفاصل. يعني أكو مرض يخص العظم، عظم الفقرة، وأكو مرض يخص غضروف الفقرة، وأكو مرض يخص العصب، وأكو مرض يخص العضلة الموجودة المحيطة. احنا يعني نحكي على الشائع الموجود اللي دائما يراجعون به المرضى هو الامراض الانزلاقات للعمود الفقري. وهذا يصير واحد من الاشياء اللي يشكو المريض من الام ظهر، سواء كانت اسفل الظهر او الرقبه. يشكو من عندها كثير من المرضى. هي طبعا بسبب الانزلاقات اغلبها يجون، يعني تصير بسبب انزلاق الغضروف والضغط على العصب نتيجة يعني حركة مفاجئة أو حادث، نتيجة حمل وزن بطريقة غير صحيحة، نتيجة حركة مفاجئة عند كبار السن. هاي عند الشباب والأعمار الصغيرة. عند كبار السن يكون أغلب شيء هو التآكل وتآكل الغضاريف، ونزول مستوى كبس مستوى الفقرة أو الفتحات الموجودة ما بين الفقرات للأعصاب. وهذا التآكل هو نتيجة يعني كبر العمر وتيبس الغضروف كذلك، وتخشن العظام الموجوده وتقلل المساحات تضغط على الاعصاب. طيب دكتور، اي مشكله بالانزلاق الغضروفي تعالج بعمليه؟
اغلب العلاجات طبعا احنا ناخذ المرضى بمراحل، المراحل اللي تؤخذ بها المرضى هي اولا انه ينصح حسب الالم اللي يكون عنده، وبعد فحصه انه ينصح باول مره يبدي يعني بعلاج طبيعي، يقلل الريست الحركه، ياخذ يعني يقلل الراحه، يزيد الراحه العفو، يقلل مستوى الجهد الزايد بالعمل، بعدين وراها نبدي بعلاجات، بعدين ما فادت نتحول الى اشياء مستقبليه. اكو حالات لا، طبعا احنا دائما نقول انه جراحه العمود الفقري هي تعتبر كلها هي العمليات الطارئه عدا التشوهات، التشوهات تعتبر هاي، بس جراحه العمود الفقري تعتبر احنا نسميها من العمليات الطارئه، لانه اي ضغط على العصب لازم يتعالج خلال فتره قصيره، كل ما طولت الفتره كل ما اثرت على العصب، والعصب من النوع اذا تضرر ما يرجع. أي كل أحد يحس بأي آلام لازم فورا يراجع الدكتور، من وما يعتمد من على تزيد الآلام وتبدي تتفاقم وتزيد الحالة، يعني من عندها ست رقية، يعني عندي واحد من المرضى أتذكر هو يعني كان عنده التزامات، لأنه التزامه يعني بالقوات الأمنية وما ينطوا إجازة وهذه، فإجاني ألم ظهر، بعدين ورا شهرين إجاني دكتور زاد الألم، العلاجات تصير زين بس الوقفة وبالسيطرات ويصير عندي ألم، زاد الألم وصل الرجلة، بعدين قلت له يا أخي أنت تحتاج عملية، بعد ما عملنا له رنين راح اختفى، ست شهور جاني سقوط قدم. سوينا له العملية، قبل ما ندخل صالة العمليات حكيت وياه وطلعت على أخوه وقلت له يعني إحنا ما راح نرجع بنتائج أن نرجع العصب المضغوط، وإحنا راح نوقف الضرر المتكون المستقبلي. إذا رجع شيء فكان بها، لأن العصب الخلايا العصبية بجسم الإنسان لا يمكن إعادة تكوينها من جديد. نعم. خلاص يعني من رب العالمين هي هذا انتهى. أكو الضغط ممكن يروح الضغط يقل هذا توصل ترجع إشارة ويروح الألم. ممكن. بس ما ممكن اللي ينقطع العصب ما يترجع. كان. إذن بهذه الحالة نختم هذا اللقاء. ونقول دائما الناس إنه لا تعتمدون على المسكنات. أكيد. أي مثل ما تفضلت حضرتك أي ألم يخص العمود الفقري يجب مراجعة الدكتور فورا. دكتور محمد جروان جزيل الشكر لحضورك، كل التوفيق. شكرا. إن شاء الله نلتقيك مرة ثانية إن شاء الله. ممنون، شكرا جزيلا. شكرا لك.